السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. حسنا، لدينا مهمة جديدة اصدقائنا، هي مخلوقات بومر النادرة. سلم 10 حشرات بومر الاصلية. جمعنا لحتى الان 6 من 10 اصدقائنا. لدينا الوحش جادو بارس الذي يقوم بالبحث عن الحشرات. نبحث عن الحشرات، ها هي، هنا يوجد حشرات. حسنا، نرى هل يوجد منها. أجل، حصلنا على واحدة، حصلنا أيضا على أخرى. أصبح لدينا 8 حشرات لحتى الآن، 8 من أصل 10. حسنا، نبحث عن المزيد. حصلنا على التاسعة أيضا أصدقائنا. نبحث عن المزيد أيضا، نبحث عن رقم 10 حتى نكمل المهمة. حسنا، نستمر بالتقدم أصدقائنا. يوجد وكر ذهبي هنا ذو رتبة مرتفعة نادر. حسنا، نحاول الحصول على الحشرة الأخيرة من حشرات بومر، هي العاشرة. نستمر بالتقدم أصدقائنا. أعتقد يوجد واحدة هنا ذهبية. حسنا، هنا في هذا المكان أو في الأسفل هنا. حسنا، نبحث عنها، لا يوجد. حسنا، نبحث ثانية. نصعد للأعلى مرة أخرى. المفترض هنا هي، أعتقد هذه هي. أجل، حصلنا على 10 أصدقائنا. الآن نعود إلى مكان ما حتى نقوم بتسليم المهمة أصدقائنا والعشر حشرات. ولكن قبل ذلك سأذهب أعود ثانية حيث يوجد الوكر الذهبي، ونحصل بيضة نادرة أصدقائنا. الوكر ذو رتبة مرتفعة نادر أصدقائي، الذي رأيناه قبل قليل. حسنا، ها هو الوكر أصدقائنا. ندخل الوكر الآن الذهبي. نستمر بالتقدم حتى نحصل على بيضة جديدة. اختار وحش. البحث عن الحشرات والتغلغل في بطن الأرض مهم من مزايا هذا الوحش جادو باروس. حسنا، من هنا، ها هو الجادو باروس تحت بالأسفل أصدقائنا، عند حركات الركوب. البحث عن الحشرات والتغلغل في الأرض. راجانج، لدينا البحث عن العش والمحطم الضخم. فيلكانا، فقط الطيران. ديابلوس الدموي والهدير والتغلغل في بطن الأرض. زنجر، سيد الرعد القفز، فقط يقفز. نرجي، الهدير والمحطم الضخم. حسنا، نستمر بالتقدم أصدقائنا. نحصل على بيضة نادرة من هذا الوكر. ننزل عن ظهر جاد باروس الآن، نرى، نحصل بيضة جديدة، بيضة ثقيلة. نرى إذا كان يوجد بيضات أكثر ثقلا منها. هذا أيضا ثقيلة. نبحث عن بيضة أخرى، وهذه بيضة ثقيلة مرة أخرى، ولكن لا يوجد بيض. اختفى البيض كله أصدقائنا. حصلنا على هذه البيضة، نخرج الآن من الوكر. نستمر بالخروج. اختار الخروج الآن. والآن نعود ثانية إلى قرية نواتي، ونقوم بتسليم المهمة حتى نحصل مكافأة من المهمة. حسنا، ها قد عدنا إلى القرية نواتي الآن أصدقائنا. نذهب إلى لوحة المهام، نختار رحلات البحث السنوية، نختار التسليم مخلوقات بومر النادرة. نختار 4 حشرات الأرز ودودة حارة. أوكي، نختار. حسنا، نختار تنتين من دودة حارة. نختار تسليم. هكذا تكون اكتملت المهمة، وحصلنا على 2700 زني، 150 خبرة، وبعض العناصر أيضا. هكذا تكون اكتملت المهمة أصدقائي.
مثلا أذهب إلى وعاء التضرع، أختار التضرع، نختار مشروب تضرع التعافي، نختار التضرع. نختار مش معلومات، معدات. نرى الأسلحة التي لدينا، لدينا سلاح فيتاليس، نصل فيتاليس، قوة ضرب هجوم التنين على الهجمات التنينية. مطرقة هوريكان أيضا اللي هي تاعت راسة على شكل رأس راسة، 150 هجوم ناري. كاسرة باليسيوس، 197 هجوم المائي. ومطرقة جرم كلاو، 169 و150 الرعد، سيف الرعد للملك. نرسلين المنتصر، 178 هجوم جليدي، هذا هجوم تنيني 150 نقطة. وهذا بندقية الصخور السريع، 126 هجوم ناري، وهذا أيضا 154 نقطة. مصفوفة جلافينيوس، احنا اقوى سلاح لدينا هو تعف في الكانة. نرسل المنتصر من عناصر فلكان أصدقائنا. والدرع، الدروع لحظة، معدات، نختار الدروع. لدينا المستوى الثاني درع حارس الصقيع بلس اللي هو تاع فلكانا، درع الفضي بلس اللي هو تاع نركوجا الفضي، ودرع القيصر بلس تاع تسترا أو أسد النار، ودرع كوشالا بلس تاع تنين الرياح، ودفاعه في الجليد ضد الجليد قوي. درع زنجر بلس قوي ضد الرعد، 146 نقطة. حسنا أصدقائي، سنقوم بنهاية الحلقة إلى هنا، نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.